عليكم. اليوم رانا في المدينة الجديدة تاع بوينان في ولاية بوليدة، وهنا رانا في الحي الأول اللي يقع في بلدية بوينان، ثم سوف ننتقل للحي الثاني اللي يقع في منطقة ما يسمى بعمروسة. هذا هو الحي تاع المدينة الجديدة تاع بوينان، وانا نلاحظ انه فيه الأعمدة اللي تستعمل الطاقة الشمسية، يعني الإضاءة العمومية هنايا، الإضاءة الخارجية تستعمل ما يسمى بال سيليل فوتوفولتايك، خلايا ضوئية من الشمس. إذن هذه هي إذن الحي الأول أو الجزء الأول من المدينة. نشاهد مدرسة ابتدائية، نزيد نروح نشوف الحي الآخر اللي أكبر من هذا الحي هذا. للأسف النمط هو نفسه في كل تراب الوطني، ما كانش تغيير. وكذلك فيه كبر الطرقات، طرقات عراض بزاف، لكن أرصفة صغيرة بزاف، أرصفة صغيرة. إذن هذا هو الحول الحي الأول. الآن المدينة هذه أصبحت كبيرة، يعني فيها حوالي قريب 500,000 نسمة تعيش في الأحياء هذه.